السلام عليكم، صباح الخير من دبي. كذلك الجو في ضباب كثير. انا دابا غادي في الشارع ديال شارع الخيل اتجاه دبي مول. الناس اللي كتسكن في دبي ولا في زهر دبي قبل عرفنا هذه المنطقه، هذه برج خليفه ابراج اللي هنا. يوم السبت رغم انه عطله ولكن كاين تبارك الله دائما الحركه، ما عندهمش النوم ولا ديما خدامين الى يوم الجمعه الصبح اللي كتكون واحد الراحه شبه شي 100% طب شي 80%. انا المحطه ديال المترو ان شاء الله غادي نحاولوا نوصلوا على خير. انا غادي ندير معكم فيديو نوريكم حاله السياقه في دبي. يعني اي واحد يبغى يسوق يكون عنده مستوى كبير من الانتباه. تبارك الله الرادارات في الطريق متواجده. شفتوا الرادار الاول، السرعه راه ما كتعداش 100 كم في الساعه. هنا انا غادي ندير ديك كتبين هنا طريق دبي مول، ندخل من هنا كتسمعوا سيفتلي. ان شاء الله غادي نوصلوا قريبا دبي مول بالاشارات وكل شيء منطقه الداون تاون. هذا الفيديو جاني على باش تحرك الجو هكا مضببه. هانتوما شوفوا السما ما كاينش كاع الشمس. شارع الاصايل، شارع الميدان، تابعين الاشارات. غلطنا هو هذاك، ما غلطنا شاي، راه غاديين تلقاو الحل بصح. كنظن بان احنا غادي في الطريق الصحيح. هذا القنطره تبارك الله القناطر عندهم 24 ساعه 24 ساعه كيبدي ديما الجديد كيحلوا ازمه النقل، ازمه الزحام، لان مشكل كبير ديال الترافيك اللي هو كثافه او عدد السيارات في الطريق. الهدف دائما هو تسهيل ومرونه سير العربات، ودائما يوميا ما كاينش اشغال ما كتوقفش. ماشي نديرو الطريق ونساوها 30 سنه ومن بعد تطيح ولا لا. ديما الجديد، ديما الابتكارات، ديما الحلول. حيت الاقتصاد ديالنا دابا واقف على الخدمات، والخدمات كتبغي النقل اللوجيستيك. كنوصي جميع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو مشاو شي بلاد او عندهم شي منصب شي نهار شي بلاد ينقلوا تجربه دبي بالضبط الامارات، ما تبقاو في شي مدينه صغيره في اي دوله ديال المغرب في تونس او الجزائر تستاهل نفس التجربة. صراحة تيقولك عاند بدل من ضياع الوقت في المتاهات الفاضية والفيديوهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وما نربح منها والو. من الأحسن الإنسان يدير ينقل شي حاجة مفيدة، ينقل بناية، ينقل عمارة. صراحة كتجينا النفس كعرب على المدن كنبغيو أن نكونو حتى حنايا شنو علاش؟ كاين الارض الحمد لله، كاين الخدامه، كاين الناس. هو الاستثمار هو هذا، انت عندك الفلوس غتبني عماره، غتبني سوق، غتبني هذاك، والدوله راه كتعطيك الضوء والماء والكهرباء والبنيه التحتيه كتعاونك، غيكون تسهيل القوانين صافي. دابا هنا لفتنا السرعه اكثر من 60، شوف الناس مربيه مأدبين. علاش؟ كاين ديك الظلم لا وجريتي ولا كاميرا كتصور، ها هي حنا غنقربوها لكم دابا السرعه 60 في الساعه. راه ما امكن غادي بواحد السرعه بسيطه. ها هو الرادار حبيب الجماهير فلاش. وهنا عاوتاني هذه المنطقه ديال داون تاون، هنا هون جولف كورت. السرعه 60 ما كتفوتش 60، راني غادي في واحد القنطره عاليه. سمحوا لي الا كانت الصوره كتهز او فايبريشن، راه كنتو عارفين شاد التليفون بيد و في تفصل وقتها الصوت. عفوا و حنا دابا قربين ندخلو واحد في السونتر ديال الداون تاون ابراج. تبارك الله شيء يفرح، يعني كتلقى ما تشوف بغض النظر على
المناظر الطبيعية ديال الرمال والصحراء والجبال. كنتمناو لجميع الناس اللي ياخذوا هذه البلاد كسامبل او مثال يديروا بحالهم ويقولوا راه ما يخسروش، لان الناس ما خسروش، هما كيبنيو وخدامين وتيكريو ومدخلين الفلوس كيبيعوا استثمار ضايع في العقار، الفلوس مضمونه. ومن كدير العقار من بعد كدير المصانع، ومن كدير المصانع كدير شركات الخدمات، وشي كيرتبط بشي، ولا بقيتي مخبعين فلوس الابراك ولا كتهربوها لخارج الدوله تحطوها سويسرا. سويسرا هي اللي كتشبع فلوسه وفلوسكم كيعطيكم عليها بلاص 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 واحد النسبه مئويه، بالعكس استثمر فلوسك بلادك وروج ان شاء الله. دير غير واحد المصنع فيه 4 الناس او بنايه فيها 2 إيطاج ولكن تحت النظام وداكشي والقوانين، ومن بعد انت كتبني ولا اخر كيتبني كيولي رواج، وانت القيمه ديال العقار اللي عندك كطلع القيمه ديالو. هذا مثلا اللي استثمر في شي بلاصه ولا اخر استثمر تيولي طالع بالرواج، على شكون اللي كيطلب؟ ماشي غير دوك الناس اللي ساكنين تما، كاينين حتى ناس اخرين جايين بلاد اخرى، جايين من دول اخرين، الناس راه عندهم الفلوس غير ما تيديكلاريوش، ما تيصرحوش بانه عندهم فلوس. باش كتعرف القضيه في الفلوس، غير مثلا كتلقى شي واحد جالس يشرى طوموبيل 100 مليون ملي جاتو 100 مليون، اذا راه كاينه فلوس دايره، ماشي ديك التشاؤم لا ما كاين والو، كاينه الفلوس. خص الناس هادي فين يخسروا فلوس وجدوا لهم بلايص صافي بركه. سالا ديك لاموط ديال القهاوي وداك الشيء بركه، ستوب. ديروا البنايات، ديروا الديور، ديروا الفنادق بزاف، ديروا الفنادق. الناس ما كتلقاش فين تسكن في الصيف في المدن الساحليه في البلاد، تلقاو ديال الشقق فندقيه استثمروا. هما الناس كيجيو من اوروبا كيمشيو لمراكش كيديروا الديور والرياضات، ضروري ما ديرش رياض، دير لي نورم، دخل القوانين وزارة السياحة الترخيص، دير الضيافة، غادي توظف معاك واحد في الريسبشن، غادي توظف واحد في السيكيوريتي، غتوظف جوج ديال المدبرات، واحد في الطبخة، مول عندك 4 ديال الناس خدامين معاك ديما، وانت غادي تخلص الضرائب ديالك، غادي يولي عندك الملك ديالك ما غيحيدوك حتى شي واحد، وغادي تدخل الفلوس ها مشروع، ماشي تخدم الناس ها تبارك الله. شوف الناس كتبني حتى هادي يقول لك لا حنايا ما غاديش نربحو. هادشي اللي كاين راه عالم، كما تيقول لك التجارة كتبغي الزعامة. هذا فندق ادريس في الاتجاه هذا راه دبي مول، هذه الدخلة ديالو، هذه واحد القهوة كتسمى مقهى كرملة. هذه القهوة راه كتشوف راه كاين واحد الغوريلا ديال البلاستيك تما احمر تحت فندق ادريس. هذه القهوة هذه دابا في الصباح خاوية، مي بالليل اللي تلف عليك من الشباب ولا من الشابات.